حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائي ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فنعلم جميعا أن أغلب أطباء عصرنا يؤكدون على حقيقة أن البدن البشري يتجمع فيه من خلال الطعام والشراب على مدار السنة كميات هائلة من الشحوم والدهون والسموم، والجسد البشري في حاجة إلى فترة نقاهة يعني من هذه التجمعات على مدار السنة. ويأتي صيام شهر رمضان يعني وسيلة من وسائل تطهير البدن من هذه الرواسب التي تتجمع في جسد الإنسان على مدار السنة، ويكون الصيام بالقدر الذي شرعه لنا ربنا تبارك وتعالى من الفجر الصادق إلى غروب الشمس هو الفترة المثلى لتحقيق هذه العملية، عملية التطهر من يعني ما تجمع في الجسد من مواد ضارة. يحتاج الجسد فترة دقاها يتخلص فيها من هذه السموم، لذلك شرع لنا ربنا تبارك وتعالى صوم شهر رمضان. وشهر رمضان هو شهر عبادة، يعني يتفرغ فيه المسلم لمدارسة القرآن وتدبر آياته وفهم أوامر الله فيه. والقرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنا أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم باستمرار أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد في نفس لغة وحيه اللغة العربية دون أن يضاف إليه أو أن ينتقص منه حرف واحد هو من أعظم معجزات هذا الكتاب العزيز. ومدرسة القرآن الكريم تقتضي حسن فهم دلالة الآيات التي يتلوها المسلم في كل ليلة أو في كل ساعة من ساعات النهار. وكثير من المسلمين يتباهون بأن الواحد منهم قد ختم القرآن الكريم 3-4-5 مرات في خلال شهر رمضان. ونحن نعلم أن مجرد تلاوة القرآن الكريم هي عبادة من أجل العبادات، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة والحسنة بعشرة أمثالها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ المسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم كان له بذلك 30 حسنة. ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أكد على قيمة تلاوة آيات القرآن الكريم يعظم تدبر معاني الآيات، فيقول في مقام آخر: من قرأ القرآن ولم يعربه، أي لم يفهمه فهما كاملا، من قرأ القرآن ولم يعربه أوكل الله تعالى به ملكا يكتب له بكل حرف حسنة والحسنة كما أنزل بعشرة أمثالها. ومن قرأ القرآن وأعرب بعضه، يعني فهم دلالة هذه الآيات ولو فهما جزئيا، أوكل الله تعالى به ملكين يكتبان له بكل حرف 20 حسنة والحسنة بعشرة أمثالها. ومن قرأ القرآن وعربه، يعني فهم دلالة النص القرآني فهما كاملا، أوكل الله تعالى به 4 أملاك يكتبون له بكل حرف 70 حسنة والحسنة بعشرة أمثالها. ولكم أن تتخيلوا الفارق الهائل ما بين 10 حسنات للحرف من حرف القرآن الكريم و700 ضعف إذا فهم دلالة هذه الكلمة التي ورد فيها هذا الحرف من الحروف. لذلك نحن مطالبون بتدبر معاني آيات القرآن الكريم.
لهدفين رئيسيين. الهدف الأول أن نفهم كلام الله، وهذا أعظم ما يمكن أن يحققه المسلم من تلاوته القرآن الكريم، أن أفهم ما هي الأوامر الإلهية وما هي النواهي الربانية حتى ألتزم بالأوامر وأجتنب النواهي. ثانيا، إذا فهمنا دلالة الآية القرآنية الكريمة فهما صحيحا، نستطيع أن نرى من خلال هذا النص ما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام رب العالمين، وبأنه لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية. ونحن الآن نعيش معركة حقيقية مع الذين يتهجمون على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون نفياً كاملاً دور الوحي السماوي في إنزال القرآن الكريم وفي الوحي بأحاديث النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستفيض معكم في هذه القضايا لعلنا نوفق في شرح بعض يعني الضوابط اللازمة لتدبر آيات القرآن الكريم في شهر القرآن الكريم.